وهذا البيت كاري 14، وانا كنمشي نبريكولي باش نجمع لوداتي باش نخلص السكره باش نجيب لهم ما ياكلوا. انا كلشي اللي كيبغاو راه ما كياكلوش كاع داكشي اللي بغاو، خاصهم ماكلتهم، خاصهم شرابهم، خاصهم اللبس ديالهم. انا خويا كنتلاوط بهم، هذا كندي كنديرو في ظهري. خلى لي ادا عامين دابا والراجل هرب عليا وخلى لي جوج وليدات، وانا كاريه البيت ب 14، وانا كنمشي كنبريكولي باش نخلص كرايه باش نعيش وليداتي. انا ما غاداش نقدر نروح وليداتي ولا نخليهم. انا كتشوف اخوتي شنو كيطرق الدراري الصغار ولا كيتخاصبوا ولا يديهم. راه نتوما كتشوفوا كلشي اخوتي، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. انا كنتلاوط بهم ونخدم هنا وهنا باش نجمع لهم باش نخلص الكرو باش نعيشهم. كاريه 14، عندي جوج وليدات، واحد عنده 7 سنين وواحد عنده عامين. الا ما جاتهم شي حاجه خويا ما ياكلوهاش، هذاك الشيء اللي بغاو ما كياكلوش. وانا كنمشي نتلاوط عليهم من هنا نبروكل من هنايا باش نجمع انا الكرايه وباش نجيب لهم ما ياكلو. هذا كان ركوب في ظهري، الاخر كنخلص عليه الناس باش يشدوا لي، حيت ما نقدرش نخليه بوحده. انتم اخوتي كتشوفوا كلش شنو كيطرى للدراري الصغار، انا ما كنقدرش نخليه بوحده. انا كنخاف عليه، انا كنعاني معاهم، انا تمحنت وتعدت مع الوليدات. والله يرحمكم الوالدين، والله يجازيكم بخير، والله ينصر سيدنا، والله يجازيكم بخير. بوها مهرب عليا، انا عامين دابا هو هرب عليا، ما عرفت فين مشى. انا بغيت اخويا، غير بغيت اخويا المحسنين، غير شي واحد يعاونني. واخا شي غير البيت فين كانوا انا وليداتي ولا تعاونوني. الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. انا كنخرج الصباح بكري وكنمشي نتلاوط عليهم، كنمشي نخدم هنا وهنا وهنا ونجمع باش نخلص كرايه وباش نجيب لهم ما ياكلوا باش نكون معاهم. والله يجازيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين.